لو سمحت بعد اذنك. صباح الخير يا فندم. صباح الفل. تحب حضرتك تشرب ايه؟ انا عايز واحد حلب حصوة. حصوة؟ قصدك حلب حصى. للاسف ما عندناش. يعني ايه ما عندكمش؟ ليه المشروبات البسيطه بتاعت الناس البسيطه مش موجوده؟ ليه لازم اطلب لاتيه فرابيه؟ هو في ايه بقى؟ خلاص خلاص يا رامز خلاص، الراجل غلبان ده هو بيشتغل هنا يعني. طب بعد اذن حضرتك بس ممكن اتنين نسكافيه؟ ايه ده؟ هو مش حضرتك مذيع برنامج زي كوت فازر؟ مش مصدق نفسي. ايه ده؟ منوره الدنيا يا فندم. بجد يا فندم وحضرتك عرفتني؟ طبعا يا فندم، حضرتك منوره الشاشه. معقول يعني حضرتك فعلا متاكد ان انا؟ طبعا. استاذن حضرتك قبل ما تمشي ممكن ناخد صوره؟ لا وليه قبل ما امشي دلوقتي حضرتك؟ يلا. لا مش دلوقتي يا فندم، المدير واقف. اه على اذنكم. لا اتفضل. الاحراج ده انا اول مره في حياتي حد يعرفني، ده شكل الحلقه الاولى كسرت الدنيا. هي اتعرضت؟ هو انت ما اتفرجتش؟ بهزر معاك. شفتها يا كوكي من حلقتها ثلاث مرات. ثلاث مرات؟ ايه القمر ده؟ ايه ده بجد؟ طب قول لي بقى يا رامز، ايه اكتر حاجه عجبتك في الحلقه؟ يعني ايه اكتر حته كده شدتك؟ وانت مذيعه ماشيه كده على الستيج شامخه. ايوه انا كنت شامخه فعلا، ماسكه المايك شامخه فظيعه. كر فظيعه بجد يا رامز، يعني انا ما كنتش كده متوتره مشدوده خايفه، اصلا كنت مرعوبه. طب انت عارفه بقى ايه اكتر حاجه عجبتني فيكي بجد؟ ايه؟ الجامب سوت اللي كنت لابساه يا كوكي قمر عليكي قمر. ايوه بس انا ما لبستش الجامب سوت اللي انا وريته لك، هما جابوا لي دراس تاني. وبعدين يعني انت متخيله ان انا هسيب الجوهر وركز في المظهر؟ دراس انت شايفه المظهر. صح انا عارفه ان دي شخصيتك فعلا. طب قولي بقى مين اكتر اب عاجبك في البرنامج؟ يعني شايف ان هو هيكسب؟ محمد. محمد مين؟ محمد، هو اسمه محمد. هي عشان اول حلقه فانا ما كنتش مركز في الاسامي قوي لان هم كانوا كتير وعدد اصلا. محمد الشناوي هو ده الواد ده. تراهنين على كام انه هيكسب دلوقتي؟ عدي. بس محمد الشناوي ده حارس مرمى نادي الاهلي. هو كان اسمه محمد. ما هو انت رحت داخله بالشناوي. رامز انت كذاب، انت كذاب وبتشتغلني، انت ما شفتش الحلقه وما اتفرجتش على اول حلم انا بحلمه في حياتي. شكرا يا كارلا. بعد اذنك كان عندي شغل. صدقيني هو محمد وهيكسب. خلاص مصر كلها اسمها محمد، البرنامج الوحيد ما فيهوش ولا محمد. ايه النحس ده؟